في موقع الهيئة نت مقتل عنصر برئاسيش الحزب الديمقراطي الكردستاني شرقي كركوك. في صحيفة المدى نقرأ: المالية النيابية تقترب من إضافة 8 فقرات إلى قانون الموازنة وتعديل 4 مواد. في موقع كتابات نقرأ خبرا بعنوان: ساسة وناشطون عراقيون يهاجمون مستشار خامنئي. إلى موقع الجزيرة نت ونقرأ خبرا بعنوان: نتنياهو لم أتخيل هذا التقارب مع دول عربية. في صحيفة العرب الجديد: التصعيد الإسرائيلي ضد غزة بغطاء أمريكي ورسائل من المقاومة. في صحيفة القدس العربية: عشرات القتلى والجرحى في قصف قوات الأسد بمئات الصواريخ للغوطة المحاصرة. وفي صحيفة الحياة اللندنية نقرأ خبرا: الأمين العام لحزب ميركل يتخلى عن منصبه قبل تشكيل حكومة جديدة.